صباح الخير ميسون. صباح الورد ندوشة. كيفك اليوم حبيبتي؟ الحمد لله نشكر الله. شو قلتي لي عاملة كم برج؟ بديت فيهم من يومين. بديتي؟ بس مكملة بس ستة. بس ست أبراج؟ أول ست أبراج. ياي للدورة الفلكية الجديدة. هلأ بس بدي أحكي ل... تفضلي. الثور اللي كان تعبان الشهر الماضي. نعم. بسبب هلأ أورانوس كان بالحمل. رح يطلع من الحمل يروح عند الثور. حلو. فالحمل هو هلأ رح يتعب. يا حرام الحمل. دخول أورانوس عند الثور رح يعطيه راحة على كل المستويات، وبعد هيك كمان في عنا رح يرجع مرة ثانية عند الحمل. يعني هو هلأ عم بيتنقل ما بين الحمل والثور. نعم. رد يرجع عند الحمل يرتاح الحمل، الثور شوي يتعب، بعدها رح ياخذ استراحة الثور 3 سنين بدورة فلكية جديدة كلها أموره رح تكون ماشية تمام. 3 سنين يعني الثور أنتوا بانتظاركم 3 سنين من الراحة والرفاهية والأمور الجيدة. يعني. مش مشكلة، أصبروا وبعد الصبر في إن شاء الله فرج. طيب خلينا، طيب إذا شخص برجه مش من ضمن الست أبراج الأولى بنحكي له عن العشر أيام الأخيرة من ما الشهر. أواكي. ما رح أغلب. والله شطورة هاي. برافو عليكي. طيب خلينا نشوف يا ستي العزيزة برج الجوزاء already بالسيف سايد. يلا مضبوط. نعم برج الجوزاء الشمس ببرج الثور تشعرك بالضغط وتشعرك بالتناقض وعدم القدرة على اتخاذ القرار خاصة بالنصف الأول من الشهر، لذلك نوصيك أنه تكون صبور لأنه مع بداية النصف الثاني رح ينتقل المريخ إلى برج الدلو اللي هو صديق لك، والمريخ صديق للدلو فرح يعطيك شعور بالراحة وتتسهل كل الأمور. العشر أيام الأخيرة تبدأ بدورة فلكية جديدة ممتازة جدا فيها إيجابيات على كل المستويات، ومنتصف الشهر أورانوس رح يأثر عليك بشكل سلبي، لذلك انتبه لصحتك، دعم كبير من أحد الأطراف لحتى تبدأ بكل ما هو جديد، بهذا كله رح يكون بالعشر أيام الأخيرة اللي هو الأفضل على كل المستويات. نعم. طيب في عنا أم نهاد بدها تعرف توافق أنثى الأسد مع ذكر الثور. أنثى الأسد، الأسد مع برج الثور بيكون في تناسب كثير كبير بمواصفات البرجين، واثنينهم بيسعوا لحتى يكون في رضا بهذه العلاقة، يتخلوا عن السلبيات دون نقاش دون مشاكل، وفي نقاش إيجابي مستمر بين الطرفين اللي يخلي من هالعلاقة ناجحة جدا. حلو كتير. برج العقرب وردة الجورية. العشر أيام الأخيرة رح نحكي لبرج العقرب اللي كان عنده دعم كثير كبير بهذا الشهر لحتى يوصل لهدف معين، وهاي العشر أيام الأخيرة رح يرسم خريطة جديدة لحياته يمشي عليها، رح تعطيله تقدم كثير كبير بالشهر الجاي إن شاء الله. حيرة الاختيار بالأمور المهمة ما تخليها تتغلب عليك، حاول أنه تستشير ذوي الشأن أو تركز بخبرتك بالحياة لحتى تختار شيء صح، لأنه هاي العشر أيام الأخيرة اللي إحنا فيها هي محددة لكل ما رح يحصل معك من هون لآخر السنة. نعم. طيب سوزي خروف، هاي سوزي اشتقنا لك كتير، بدها تعرف عن برج السرطان. برضو بالسيف سايد. كمان بالسيف سايد. شهر التغيير الإيجابي على كل المستويات وتغيير بالحياة نحو الأفضل، انتبه لتصرفاتك وقراراتك هذا الشهر لأنه رح تكون محسوبة عليك حتى آخر السنة. إذا كان لابد من الاستثمار، يعني بدي أوصيكم أنه الاستثمار بشراء عقار، الدخول بمشروع جديد مش من مصلحتكم هذا الشهر، لكن إذا كان لابد منه بدكم تستشيروا ذوي الشأن وتدققوا بكل التفاصيل. من بداية السنة لغاية هذا اليوم أنتم ابتعدتوا عن العلاقات الاجتماعية لظروف معينة، هذا الشهر يعني الشهر الجاي رح يكون محسوب عليكم بالخروج من هاي العلاقات الاجتماعية، ورح تضطروا أنه ترجعوا للبعض منها وتتخلوا عن البعض الآخر. شهر جيد على كل المستويات وخاصة على العاطفي، منها في فرص جديدة للارتباط لغير المرتبطين. آخر مسج عنا محمد حمصي بده يعرف توافق أنثى الثور مع ذكر الدلو. صحة على قلبك. الثور مع الدلو في اختلاف بالصفات، وفي أنه بتظهر صفة اللي هم بيتهموا الثور فيها البخل، لكن هو بيظهر مع الدلو لأن الدلو إنسان معطاء وإنسان بيقدر الظرف للطرف الآخر، فبيحاول أنه دائما يختصر، فبيستغل هاي المسألة برج الثور عند الدلو فبيصير بخيل، يعني العتب على الدلو مش على الثور. بدنا نوصيك أنه تكون تاخذ وبتعطي مع برج الثور عشان
ما تظهر عنده هاي الصفة. غير هيك ما في أي سلبيات، فقط هاي السلبية نتخلى عنها لحتى تكون العلاقة ناجحة. نعم. طيب أكيد شكرا لك ميسون، وكل الأشخاص اللي عم بيستنوا لسه بأبراجهم، بكرة لنا لقاء جديد. Thank you. Bye. صح 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 صح